عقد مساء أمس الأول المؤتمر الصحفي الخاص بأسبوع بريف الدولي للقتال وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، إذ ستقام البطولة خلال الفترة من 12 حتى 19 من نوفمبر المقبل برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للعبة بالشراكة مع الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع المكتب العالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية قبل أن يعرض فيلم قصير استعرض خلاله بعضا من اللمحات الوثيقة خصوصا فيما يتعلق باللعبة ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد لنشرها على الصعيد المحلي والإقليمي، إلى جانب بعض البطولات التي استضافتها المملكة والإنجازات التي تحققت. وتحدث في المؤتمر كل من رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كارث براون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لفنون القتال السيد دينزن وايت، رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة التنفيذية في البطولة العقيد خالد عبد العزيز الخياط، ورئيس التنفيذي السيد محمد شاهد. إقامة بطولة العالم على أرض مملكة البحرين بحد ذاته هذا شيء كبير، والبحرين قدرت تقنع الاتحاد الدولي أنها قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث، وأيضا إقامة أسبوع بريف هذه متخصصة طبعا هذه البطولة للمحترفين، وسبق أن أقيمت في البحرين إعادة إقامتها في البحرين، هذه أيضا يعكس أن النسخ اللي أقيمت في البحرين كانت نسخ ناجحة. اليوم احنا عندنا راح نستضيف ان شاء الله بطولة للهواة وبطولة للمحترفين. مثل ما انت عارف اليوم الارقام اللي تم عرضها من قبل سعادة رئيس الاتحاد العقيد خالد ان اكثر من 45 دولة واكثر من 370 مشارك ومشاركة، هذه طبعا اعداد كبيرة تفوق بكثير النسخ السابقة من بطولات العالم. شكرنا سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد على رعايته لهذه البطولة، وتوجهنا بالشكر الجزيل حقيقة لسيدي سمو الشيخ خالد على متابعته، على وقفته، على دعمه اللامحدود حقيقة للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، دعم المتواصل وتوجيهاته يعني استضافة هذا الحدث الكبير حقيقة بمملكة البحرين خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر.